بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنزل سؤال 85. أنا سمع رحمه الله تعالى 85: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا. نا سنة أن يسلم في الجنازة سرا، أتوه السلام قد قصال جنازة قسيل. الإمام ومن معه في ذلك سواء، إمام نوليكو نمياك قد كما أموما قد كهيلو وقساوا. لحديث أبي أمامة وشهيد وحديث أبو أمامة في المسألة كتب مسألة هيا بلفظ: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف. كيشا الكوى كتوى سلام سرا في نفسه، أو سنة أتوى سلام إمامه سرا في نفسه وسيري كتك نفسياك حين ينصرف. فلعنك مليزا تصالي صلاة الجنازة، صلاة على الجنازة. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، نسنة أفاني يلأن بايك جوم يا إمام مثل ما فعل إمامه، مفانو ويالي لو يفاني إمامواك، كما لقتاج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتك الأم. وله شاهد موقوف، نعناه حديث شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: كان يسلم في الجنازة تسليما خفية. عليكو أكتو سلام كتك جنازة سلام خفيف، إن صوتي دوغو. وإسناده حسن، نإسنادياك من زوري. ثم روى عن عبد الله ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز، ومالك هو عبد الله بن عمر، إذا صلى على الجنائز أنا قصلي مجنيزة يسلم هتو سلامه حتى يسمع من يليه، فاك أمسكليزيش وسلام يكهيو من يليه ولوناقو نماياكي. Kwa maana wakisikia wale wakitoa salamu na wao bila shaka safu inayofuata watatoa salamu na nyingine watatoa salamu na nyingine watatoa salamu mpaka wote watamalizika, lakini hainui sauti yake kwa sauti ya juu. Wa isnaduhu sahih, na isnadi yake ni sahihi. Hii hadith anasema Sheikh: wa kaannahu li ikhtilafi hadhaini al-atharain ikhtalafat aqwal al-hanabila fi hadhihi al-mas'ala faja'a fi al-insaf. قال: في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم. أرسم كأنه لاختلاف هذين الأثرين وكتفوتيان أثار مليهيزي جيومانا ذكتفوتيان قول ذا محنابلة كتك مسألة هايا كتك كتاب الإنصاف جلد وتانو وقراس وميتانو تشرينتاتو. قال: في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم. ظاهر يمنين أصحاب الحنابلة قام إمام يجهر بالتسليم أذهريش سلام. وظاهر كلام ابن الجوزي نظاهر يمنين ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي أبو الفرج حنبلي أنه يسر قام إمام نتكي وأسريش سلام أي سريش قسيري ونتفوتيانا. ثم نقل عن المذهب ومسبوك الذهب ما يشهد لكلام ابن الجوزي وهو الأرجح لحديث أبي أمامة. ما ينقض زيدي هو شهيد حديث يا أبو أمامة: ثم يسلم سرا في نفسه. لكن علماء وإنجيل شراح ونسمكم بإذيما أكاذهريشا يعني نسيري
akasema kwa sauti ambayo watawasikilizisha waliokuwa karibu yake, isiwe siri ya nafsi yake kama anatoka kimya kimya, wataelewaje watu wengine? Waweza wakafahamu vingine kwamba labda amechambukwa na utu au kadha. Assalamu alaikum warahmatullah, wakasikia nyuma yake kama ilivyokuja athari ya Abdullah ibn Umar. Mas'ala hayo ya 85 yameenda katika sura hiyo. Anasema rahimahullahu ta'ala, mas'ala 86, wala tajuzu salatu ala aljinaza fil awqati thalatha, na wala haifai kusalia jeneza katika nyakati tatu. Nyakati tatu usiswalie mayiti. Allati tahrumu salatu fiha, zile nyakati ambazo kusali sala ya kawaida haram. Illa li darura, isipokuwa kwa darura. Darura mathalan, mtu amelala ameshtuka ni wakati wa makatazo, ameshtuka wakati wa makatazo. Saa ngapi? Wakati inda al-istirar, inda al-istirar, jua la manjano, jua la manjano ndio amezinduka hapo, haja swali ya al-asr. Hii ni darura. Sababu ni dhuhur sala, wanasema Shafi'ia ithnan, nina nini? An-nawm wa an-nisyan, kulala na kusahau. Man nasiya salatan au nama anha fakafaratuha an yusalliha idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalik. Hadithi kwenye Umdatu al-Ahkam. Atakayesahau sala au akawa amelala katika wakati wa sala huo, kafara yake hiyo sala aliyosahau au ambayo alipitiwa na usingizi, kafara yake aisali pale atakapozindukana. Huyo amezindukana wakati wa dharura, wakati wa makatazo, hii ni dharura, atasali wakati huo huo. Wala tajuzu salatu ala aljanaza fil awqati thalathati allati tahrumu salatu fiha illa li darura, لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال فأشهد وحديث يا صحابة عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أمسيما ثلاث ساعات نكتتات كان رسول الله عليكم والله صلى الله عليه وسلم ينهانا أكت كتازا أن نصلي فيهن. أن نصلي بمعنى ألا نصلي. أن نصلي فيهن, أكتكتازة تسصالي كتك نكتهيزو. أو أن نقبر, أقوالك شيخ, أو أن نقبر فيهن موتانا, أو كوزيك كتك نكتهيزو تاتو ميت زيتو. دبوا لغيلي ومصحابة حتى تطلع الشمس بازغة, مباك لشموز جوا بازغة, والشمس بازغة لها أنوار مطوميال بازغة. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي, تلك سورة الأنعام. بازغة كيو لمطوميال ياك. دين النبي محمد أخبار, نعم المطية للفتى آثار, لا ترغبن عن الحديث وأهله, فالشمس باز فالرأي ليل والحديث نهار, ولربما جهل الفتى سنن الهدى, والشمس بازغة لها أنوار. حتى ترتفع, مفك لينوك كتوك فللنا فشموزا لينوك جو فما كدريو يا كيد رمح ورف ومكوكي دكي كذاكي تقريبا كومي كومي نتانو فجي صبر دكي كايزة كيشن وصالي صلاة الضحى. نهو اليوم منزواكي صلاة الضحى, صلاة الضحى منزواكي نهو نمشواكي قبيل الظهري قبل يكون جيكوا ظهوري. Na hii huwapata wale ambao hukaa msikitini baada ya alfajr, wakasoma, wakafanya dhikari, wakafanya mutalaa mpaka jua likachomoza, akapata raka zake mbili, anapata malipo ya umra au hija. Anasema wa hina yaqumu qaimu dhahira,
na kipindi kile ambacho kwamba husimama qaimu dhahira, qaimu dhahira ni wakati wa jua linapokuwa liko katikati ya utosi, pale pia husimama dakika kadhaa, dakika kadhaa hazifiki 15. Jua linasimama katikati ya utosi, katikati ya utosi yani jua katikati ya bingu, kabla ya kuanza kumili kuelekea al-maghrib jua pale hutulizana kidogo. Wakati ule pia ni wakati wa makatazo, wamekatazwa masahaba na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wasiswali wala wasizikane katika nyakati hizo. Hata tamila shamsu, mpaka lipinduke jua, lipinduke kuelekea upande wa al-maghrib. Wahina tadayyafu shamsu, tadayyafu au tatadayyafu, asli yake tatadayyafu, ikaondolewa moja ya taa takhfifan. Wahina tadayyafu shams ay tamilu, wahina tadayyafu shams, na wakati ambao jua humili lilghurub kuelekea kuzama, wakati huo wakati jua la manjano. Hata taghruba, mpaka litakapokuwa limeshazama. Ndio maana mashafii akileta maiti wakati wa alasiri wanafanyaje? Wanaanza maiti, wanaanza sala. Galetwa kabu nini, galetwa maiti msikitini kabla al-asr, ishaadhini wa dhana al-asr, wanafanyaje wao? Wanasalia maiti kwanza. Kwa nini? Wanaona kwamba kusalia baada al-asr ni kusalia katika nyakati za makatazo. Wakati huo huo kauli yenye nguvu kwamba hakuna ubaya maiti akasaliwa baada al-asr, hakuna ubaya, muda wa kuwa jua halijafika katika al-istirar, na halifika katika al-istirar kama al-asr imesaliwa mwanzoni mwa wakati wake. Wakati wangapi huona wa mwisho? Wakati wa tatu. Akhrajahu Muslim wa Abu Awana fi sahihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu wa Ibn Majah wa Al-Bayhaqi wa Al-Tayalisi wa Ahmad min tariqi Ulay, min tariqi Ulay ibn Rabah عنه. وزاد البيهقي قال قلت لعقبة قال نسمع علي بن رباح قلت لعقبة لسمكم لعقبة بن عامر رضي الله عنه أيدفن بالليل جي نفاكم ذكى ميت سيكو؟ قال نعم قد دفن أبو بكر بالليل ألي ذكو أبو بكر الصديق سيكو نما صحابة نحكونا ليبينغا قال لكوان إجماع نما صحابة. وإسنادها صحيح. الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة. حديث كعموم ياكي فكلك وين يقاكي امتدى صلاة أن نصلي فيهن هين صلاة، صلاة جنازة صلاة، صلاة الكسوف صلاة، صلاة الخسوف صلاة، صلاة كذا. حديث كلك وين يقاكي من صلاة يشمل الصلاة على الجنازة فيه وينجي صلاة يجنازة وما فيها ناوي من جيه كوني مكتازو اتصاليه قد كنا كتهزو. وهو الذي فهمه الصحابة نهيل للعمال ومن إليه وما صحابة رضي الله عنهم. فروى مالك في الموطأ قد فكي من مالك التموطأ ومن طريقه البيهقي نكت تنجيه يا مالك الإمام البيهقي عن محمد ابن أبي حرملة كتوكو محمد امتوتو وبباك حرملة أن زينب بنت أبي سلمة وما زينب توتوى أبو سلمة توفيت الفريق وطارق أمير المدينة الحال طارق يلي يلقوا أمير ومدينة ينقوز مكوى مكوى مدينة. فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح لكليت وجنزلاك بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع لكويقوا قد كبقيع mahala pa kusalia. Qala anasema wa kana Tariq, na Tariq huyu amirul madina alikuwa yughallisu lis-subh, akisali salatu as-subh bil ghalas, wakati wa ghalas yani kunaanza kung'ang'aa na kupambazuka, alikuwa akisali al-fajr wakati wa ghalas. Wakati wa ghalas ni upi? Ni mchanganyiko wa giza la usiku na mng'ao wa kupambazuka kwa asubuhi, mwishoni mwishoni mwa wakati wa alfajiri.
وكان طارق يغلس للصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها. نكمسكية عبد الله بن عمر أكسامك وأنبي وتواكي واتو وميتيلي، إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، إما ممصلية سهيدي، وإما أن تتركوها، يا إما معاشكم صلية حتى ترتفع الشمس مبكى جوا لينوكي. ومعنى تتسديني هو وانا ملزك صالي نهي أن تليوك صالي الفجر أنا صالي كتك وقت وغلس وتكوف واتن مودة واجوك وانزا وتموز وقت هو وقت ومكتازو mpaka lichomoze kabisa na liendelee kutoka pale linapochomozea mpaka lisimame kwa urefu wa urefu darum. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال كيش كفوكي مالك كتوك عبد الله بن عمر عن سيما يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. يصلى على الجنازة لصلي وجنازة بعد العصر يفا تصلي وجنازة بعد العصر صحابة نسيمة قوية ولوات ونوكتاك ونبقى آيفاي تصلي وجنازة بعد العصر صحابة عبد الله بن عمر ونسيمة يفا وبعد الصبح فيه بعد الصبح ينفا لكن إذا صليتا صلى بلهيزي الفجر والعصر ستكف صليوة لوقتهما قد كوكت واكي. وسنده صحيح أيضا نسندياك كذلك رسيه. أنا سمع رحمه الله وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أنا سمع أخبرني زياد أن عليا أخبره وما علي بن أبي طالب من خبرشة أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة وما جنازة موجة لليويق وقد تم كبوري وتو بصرة وليم لك صليوة حين صفرت الشمس وقد جوا لليقوة لمنجانو لأنك لمنجانو نيشارة وما لنميلك ولكي يقزاما فلم يصلى عليها حلق صليوة للجنازة حتى غربت الشمس فكجوا لليقزاما فنيني ولكون وقت مكتازه. فأمر أبو برزة أكامرش أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فأمر أبو برزة نهو لي صحابة لوكم مشرا ذاك نعمة يا ابن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم كما لفقود يكون صحيح يا معشر العرب إنكم كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. هو أبو برزة الأسلم. فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة أكأمرش أبو برزة كم أمرش من ينادي ينادي بالصلاة أنادي فاجل يصالة ثم أقامها كش أتقيم هي صالة. فتقدم أبو برزة أكتنقل يميل أبو برزة فصلى بهم المغرب أكوصليش صلاة المغرب. وفي الناس أنس بن مالك نكت كوات وليهذرية هفو ألف ويف أنس بن مالك رضي الله عنه. وأبو برزة من الأنصار نأبو برزة نكت كما أنصاري من أصحاب النبي ينقل مما صحابه وامتن صلى الله عليه وسلم كذلك أنس كتما أنصار. ثم صلوا على الجنازة كيش وقد صلي للجنازة مليمليت وقت واسترار الشمس جوا لمن جانوا وقسم علي صليو الزيد بعدها سوى قتواك وين مكبوري بصرة جي يفاق صليو جنيزة في المكبوري هيفاي لكن كما كتيقوا كتا وتنغنيشوا وما هكو ني واند وقصليا ني كوني مكبوري لكن ني سهيم معلوم يقصليا ميت نكتنغنيشوا قوكتا اتفا لكن كوليوكا تجنيزة كوني مكبوري اي فاي بيلا تتنغنيشي تاوكوتا نيكا فهنيكو كما هو كوتا سهمو هي انتنغو معلوم واجيلي يقصلي وميت هو كوني مكبورين يتفع انا سمع العلامة الالباني رحمه الله تعالى بصوته.
قال الخطابي: أنا سمع أبو سليمان الخطابي في المعالم ما ملخصه أو ملخصه ما ملخصه يعني أنبايا أفقي للشواكه. واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة وبتفوتيان واتوا في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث ومتفوتيان واتوا كتك كيوزك صلي ميت نكذيك كتك هزين كتتات واتوا متفوتيان. فذهب أكثر أهل العلم وكأنك مذهب وينجي ونوزوني إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات kwamba ni makruhu tendo la kuwasalia wako katika nyakati kama hizi makruhu. Wa huwa qawlu Atai wan Nakhai wal Auza'i wa Thawri wa ashabi ar-ra'i wa Ahmad wa Ishaq qawli zahawati li wataja Atai bin Abi Rabah Ibrahim an-Nakhai al-Imam al-Auza'i ash-Shami wa Thawri Sufyan ath-Thawri al-Kufi wa ashabi ar-ra'i وتوراي وأحمد وإسحاق والشافعي نالمام الشافعي يرى الصلاة أنا ونليا يفاء قصالي والدفن نفذيك أي ساعة من ليل أو نهار وقت ووت وشانا وست أوكي هكونا كتاز. وقول الجماعة أولى لكن قولي جماعة هولي وقوى وينجني أولى لموافقته الحديثة فقول قوام با قولي ياو إما يفكيانا حديث يمتن محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع العلامة الألباني رحمه الله قلت من سمع مني ومنه نكتوك كتكهايو تعلم وتجوى ووي أن دعوى النووي ومدعي الإمام النووي الشافعي رحمه الله جواز هذه الصلاة بالإجماع كجزيشة صلاهي يكوي صالي كتكنكته فما يفا فما كباليانه يوانا وزوني وهم منه ني وهم كتوكا كواكي سهوليف كتوكا كواكي كوسا كتوكا كواكي حكونا إجماع عطاء نكتا نخعي نكتا الأوزاعي نكتا الثوري نكتا نأصحاب الرأي نا أحمد بن حنبل نا إسحاق بن راهويا رحمه الله تعالى. كتب جفونزا قد كما سألها يا 86 قام بها يفاي تصلي ميت ولا قوازك كتك نكته زتات زم كتاز ظاهر كل شباكي ونتاج علماء حكم المسبوق ألي تنقلي ونإمام anakuja kuswalia mait anakuta imamu yuko kwenye takbira ya pili au ya tatu afanyeje huyu akae tu pembeni basi ishampita takbira ya kwanza au aunge atakiwa aunge na kiunga mfano imamu yuko kwenye takbira ya pili Allahu akbar na yeye ndio ya kwanza Allahu akbar asome al-Fatiha hata kama yeye imamu anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asome al-Fatiha imamu akileta ya pili kumsukumuombea dua mait yeye apigia ngapi imamu akileta ya tatu kumwombea dua mait yeye alete ya pili kusoma as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam imamu akitoa salam yeye aendelee amalizie kumwombea dua mait hukumu ya al-masbuq katika salatu al-jinaza haya ndio wanayosema ahlul ilm.